حول هذا الموضوع. ينضم إلي المختص الإلكتروني أسامة أبو عبيد، مهندس برمجة وأمن معلومات ومختص بمحاربة الجريمة الإلكترونية. أهلا بك أستاذ أسامة. ماذا نعني عندما نقول حرب سايبر أو قرصنة مواقع مهمة في البلاد؟ مستمعين، لما احنا بنحكي على حرب سايبر هي الحرب العالمية الجديدة الموجودة، يعني من نوع آخر، حرب تكنولوجية لن تتوقف. أنا حكيتها بأكثر من لقاء بعدة أماكن، إنه هاي الحرب اللي هي للأبد، يعني على جميع الشركات وجميع المواطنين وجميع السكان عالميا إنه يأخذوا بعين الاعتبار إنه بشكل يومي او بشكل اسبوعي في محاولات اختراق، محاولات اللي هي ناجحه. يعني انا كوني واحد من هذا العالم اللي انا مختص بهذا المجال كهكر ابيض، بشكل يومي احنا بنطور خوارزميات، بنطور فيروسات اللي نحاول نخترق او نوجد ثغرات. ففي من طبعا في منهم اللي بيخترق على كسب الاموال، وفي منهم اللي مثلي بيخترق ليوجد طرق اخرى لزياده الامان على الشركات. نعم، فالحرب هي حرب، يعني حرب لما انا بخترق شركه كبيره وبحاول ان انا أسرق ملفاتها أو أشفر ملفاتها، أنا عملت لها ضرر أكبر وأكثر من الحرب العادية. يعني إذا جينا أخذنا على حرب سلاح عادية هي لا تؤثر. اليوم بتحكي أنت على مليون أو مليونين دولار، قبل أسبوعين ثلاثة قبل شهر طلبوا من مستشفى اليافع 10 مليون دولار. فبشغلة ممكن تأكل معنا ساعتين شغل إحنا كهكرز. طيب، ما هي أهم المواقع التي عادة يعني يتم اقتحامها أو يتم مهاجمتها من هؤلاء القراصنة؟ طلع هي طبعا محاولات، يعني هي زي ما بتقول انت بتيجي تعمل قرعه معينه، مش كل المواقع ممكن اختراقها اذا كان الموقع فعلا يعني عنده توكن مختص وبشكل يومي بيفحص اذا في مجال للاختراقات. في مواقع اللي بتغفل عن مع انه انا ما بتهم انه في حدا بيغفل، ولكن انه الرقابه على المواقع الامر لازم يكون بشكل يومي 24 ساعه على 24 ساعه. اللي صار باليومين اللي فاتوا هم خلينا نقول هاي الضرر مش كبير زي الضرر اللي كان قبل شهر او اقل من شهر بهلال اليافي. احنا بنحكي هون على ضرب شركه اسمها سايبر سيرفيس، اللي هي شركه بتعمل مواقع وبتخزن معطيات المواقع، وقدروا يخترقوا مواقع ينزلوها ويسرقوا معلومات. المعلومات اللي انسرقت خلينا نقول مش لهالدرجه او مش لهالدرجه يعني خطره جدا، احنا بنحكي على ايميلات، ولكن ما سرقوا الباسورد للايميل للشخص. أنا سرقت يعني عنوان إيميل أو سرقت صورة هوية، هذا الشيء ما بيضر يعني بشكل، خلينا يعني إذا حكينا ما بيضر يعني بإنه الشركة تمارس وتكمل شغلها بشكل يومي زي اللي صار معنا قبل 3 أسابيع بمستشفى اليافي. نعم، شفروا الملفات مش فيش إمكانية نوصلها. صحيح. فإن أنا اخترقت الشركة وسرقت الملفات، أنا كهكر ببدا اتواصل مع الشركه انه على اساس اني ابيع هاي الملفات، يعني ما بنسميه بين قوسين الفديه، يفدوا ملفاتكم بمبلغ من الاموال. اذا بتساليني او بتقولي لي يعني ممكن هم يتنازلوا ويدفعوا لهم، يعني انا ما ممكن ادفع حتى لو $1,000 على هيك معلومات، لانه هاي معلومات اللي انسرقت. طيب، ممكن ان انا اتوجه الي كل المواطنين انه كل واحد يعمل باسورد جديد او يعمل الامان بخطوتين، وهيك ممكن احنا نامن نخفف من الضرر. طيب، بدي انتقل لموضوع الامان اللي بلشت تحكي عنه. يعني مدير عام اتحاد الانترنت الاسرائيلي ومؤسس شركه لحمايه الخصوصيه يورام كوهن قال اليوم في موقع والله انه الدوله فشلت في حمايه المواطنين وهذه مساله حياه او موت. يعني هل يمكن حمايه المستخدم اليوم، وكيف او هل من استراتيجيه او خطه لحمايه المستوطن من هذه الهجمات؟ طلع فيش خطه معينه، الخطه انه يعني انا حكيتها لشركات كثيره انه من اليوم فصاعدا على الجميع انه يعمل البيك اب اللي له مش بالكلاود، مع انه لا يعني مش ممكن نتنازل عن الكلاود، ولكن لازم يكون كمان نسخه احتياطيه خارجيه لا لها اي علاقه بالانترنت وبالشبكات. اللي بتساليني ممكن انه احنا نخترق اي جدار الكتروني؟ ممكن، لانه اللي بنى الجدار الالكتروني هو مبرمج والهكر، واحنا كمان مبرمجين. بشكل يومي احنا بنحاول ان نطور تكنولوجيا لنخترق، هي عباره عن سلاح رقمي، سلاح له تكنولوجيا. فهون ما في حياه وموت، يعني بعرفش كيف هو وصف هاي الجمله. اوكي، انا سرقت معطيات تلفزيون معين او شركه معينه بفديها مصاري، او انه الشركه بتتنازل عن بعض المعلومات بتحاول تعوضها من خلال البيك اب الموجود عندها خارج الكلاود اللي هو على اقراص خارجيه. اما ما في هنا حياه او موت. بعدين بالنسبه لهي الدوله الاختراقات هي عالميا على فكره، يعني في كل يوم اختراقات بروسيا، بامريكا، بفرنسا، بالمانيا وبشكل عالمي.
المجموعات الهاكرز الكراكرز اللي انا بسميهم والهاكر الاسود بشكل يومي، يعني بشكل يومي عنده اختراقات. فهالشيء كل العالم يعاني منه، زي ما جينا حكينا مرض الكورونا هو شكل يعني عامل مشترك عند الجميع. اليوم كمان الهجوم السايبر، هجوم السايبر عالميا هو بشكل يومي، نعم، بشكل اسبوعي، اليوم باسرائيل، بكره بالاردن، بعده بروسيا، بعده بامريكا والى اخره.